من خطبة له عليه السلام يصف فيها المتقين والمؤمنين. روي أن صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام كان رجلا عابدا، فقال له: يا أمير المؤمنين، صف للمتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتثاقل عليه السلام عن جوابه ثم قال: يا همام، اتق الله وأحسن، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه، فقال عليه السلام: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم فألزمهم عبادته وكلفهم طاعته غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، ووصفهم في الدين حيث وصفهم، لكنه تعالى علم قصورهم عما يصلح عليه شؤونهم ويستقيم به داء أودهم في عاجلهم وآجلهم، فأدبهم بأدبه في أمره ونهيه، فأمرهم تخييرا وكلفهم يسيرا وأثابهم كثيرا، وأماز سبحانه بعدل حكمه وحكمته بين الموجف من أنامه إلى مرضاته ومحبته، وبين المبطئ عنها والمستظهر على نعمته منهم بمعصيته. وذلك قوله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، بخعوا لله بطاعته وخضعوا له بعبادته، راضين عنه في كل حالاته، غضوا أبصارهم عما حرم الله جل وعز عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم بدينهم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، رضا عن الله بالقضاء، ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب.
عظم الخالق في أنفسهم فصور ما دونه في أعينهم فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة ومعونتهم للإسلام عظيمة صبروا أياما قصيرة فأعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسر لهم ربهم أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وطلبتهم فأعجزوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم وما يهيج أحزانهم بكاء على ذنوبهم وجراحهم ووجع كلومهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم واقشعرت منها جلودهم ووجلت منها قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يمجدون جبارا عظيما تجري دموعهم على خدودهم يطلبون إلى الله في فكاك رقابهم من النار قد حلا في أفواههم وحلا في قلوبهم طعم مناجاته ولذيذ الخلوة به قد أقسم الله على نفسه بجلال عزته ليورثنهم المقام الأعلى في مقعد صدق عنده وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء قد براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقولوا قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم
إذا ذكروا عظمة الله تعالى ربهم وشدة سلطانه مع ما يخالطهم من ذكر الموت وأهوال القيامة أفزع ذلك قلوبهم وطاشت له حلومهم وذهلت منه عقولهم فإذا استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية لا يرضون لله من أعمالهم القليل ولا يستكثرون له الكثير الجزيل فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون إذا زكي أحدهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي من نفسي اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون فإنك علام الغيوب وستار العيوب فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وكيسا في رفق ورفقا في كسب وشفقة في نفقة وفهما في فقه وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة ورحمة للمجهود وإعطاء في حق وطلبا في حلال ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع واعتصاما عند شهوة وبرا في استقامة لا يغر ثناء من جهله ولا يدع إحصاء عمله مستبطئا لنفسه في العمل قد أحيا عقله وأمات شهوته وأطاع ربه وعصى نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه وبرق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه يعمل الأعمال الصالحة وهو منها على وجال يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر يبيت حذرا ويصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلة وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة نيته خالصة وأعماله ليس فيها غش وخديعة نظره عبرة وسكوته فكرة وكلامه حكمة إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب قرة عينه فيما لا يزول
وزهادته فيما لا يبقى، يمزج الحلم بالعلم والعلم بالعقل والعقل بالصبر والقول بالعمل. تراه بعيدا كسله، قريبا أمله، قليلا زلله، دائما نشاطه، متوقعا أجلا، كثيرا ذكره، معدوما كبره، متينا صبره، ذاكرا ربه، خاشعا قلبه، عازبا جهله، قانعة نفسه بالذي قدر له، منزورا أكله، سهلا أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، مكظوما غيظه، صافيا خلقه، آمنا منه جاره، ناصحا في السر والعلانية، مناصحا متباذلا متواخيا، لا يهجر أخاه ولا يغتابه ولا يمكر به، لا يحدث الأصدقاء بالذي يؤتمن عليه، ولا يكتم شهادة الأعداء، ولا يعمل شيئا من الحق رئاء، ولا يترك حياء، الخير منه مأمول والشر منه مأمون، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه، لا يعزب حلمه ولا يعجل فيما يريبه، ولا يأسف على ما فاته ولا يحزن على ما أصابه، ويصفح عما تبين له ولا يرجو ما لا يجوز له الرجاء، ولا يفشل في الشدة ولا يبطر في الرخاء، بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، صادقا قوله، حسنا فعله، مقبلا خيره، مدبرا شره، حياؤه يعلو شهوة، ووده يعلو حسدا، وعفوه يعلو حقدا، هو في الزلازل وقور، وفي المكاري صبور، وفي الرخاء شكور، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا يجحد حقا هو عليه، ويعترف بالحق قبل أن يشهد به عليه، هشاش بشاش، لا بعباس ولا بجساس، صليب كظام بسام، دقيق النظر عظيم الحذار، لا يبخل وإن بخل عليه صبار، لا يضيع ما استحفظ عليه، ولا ينسى ما ذكر، ولا ينابز بالألقاب، ولا يبغي على أحد، ولا يهم بالحسد،
ولا يضار بالجار ولا يشمت بالمصائب، مؤد للأمانات، سريع إلى الخيرات، بطيء عن المنكرات، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويجتنبه، ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق، عقل فاستحيا وقنع فاستغنى، إن صمت لم يؤمه صمته، وإن نطق لم يعل لفظه، وإن ضحك لم يعل صوته، لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الهوى ولا يقهره الشح ولا يطمع فيما ليس له، يخالط الناس بعلم ويفارقهم بسلم، يتكلم ليغنم ويصمت ليعلم ويسأل ليفهم ويتجر ليغنم، لا ينصط للخير ليفخر به ولا يتكلم ليتجبر به على من سواه، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله جل ذكره هو المنتصر الذي ينتقم له، نفسه منه في عناء والناس منه في راحة، أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه، بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة، ليس تباعده بكبر وعظمة ولا دنوه بمكر وخديعة، بل يقتدي بمن سلف من أهل الخير قبلا، وهو إمام لمن خلف من أهل البر بعدا. يا همام، المؤمن هو الكيس الفطن، بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدرا وأذل شيء نفسا وأرفع قدرا، زاجر عن كل فان، حاض على كل حسن، لا حقود ولا حسود ولا وثاب ولا سباب ولا عياب ولا متاب، يكره الرفع ويشنأ السمع، طويل همه بعيد همه، كثير صمته مشغول وقته بما ينفعه، وقور ذكور شكور مأمور بفكرته، ضنين بخلته، سهل الخليقة لين العريك، رصين الوفاء قليل الأذى، لا متأفك ولا متهتك، كثير علمه عظيم حلمه، لا يبخل ولا يعجل ولا يضجر ولا يبطر ولا يحيف في حكمه ولا يجور في علمه، نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد، ومكادحته أحلى من الشهد، لا جشع ولا هلع ولا عنف ولا صلف ولا متكلف ولا متعمق، جميل المنازعة كريم المراجعة،
عدل إن غضب رفيق إن طلب، لا يتهور ولا يتجبر، خالص الود وثيق العهد وفي العقد، شفيق وصول حليم خمول، قليل الفضول راض عن الله مخالف لهواه، لا يغلظ على من يؤذيه ولا يخوض فيما لا يعنيه، ناصر للدين محام عن المؤمنين، كهف للمسلمين، لا يخرق الثناء سمعه ولا ينكي الطمع قلبه، ولا يصرف اللعب حكمه ولا يطلع الجاهل علمه، قوال فعال عالم حازم، لا بفحاش ولا بطياش، وصول في غير عنف، بذول في غير سرف، لا بختار ولا بغدار، لا يقتفي أثرا ولا يحيف بشرا، رفيق بالخلق ساع في الأرض، عون للضعيف غوث للهيف، لا يهتك سترا ولا يكشف سرا، كثير البلوى قليل الشكوى، إن رأى خيرا ذكر وإن عاين شرا سترا، يستر العيب ويحفظ الغيب ويقيل العثر ويغفر الزلة، لا يطلع على نصح فيذر، ولا يدع جنح حيف فيصلح، أمين رصين تقي نقي زكي رضي، يقبل العذر ويجمل الذكر ويحسن بالناس الظن، ويتهم على العيب نفسه، يحب في الله بفقه وعلم، ويقطع في الله بحزم وعزم، لا يخرق به فرح ولا يطيش به مرح، مذكر للعالم معلم للجاهل، لا يتوقع له بائقا ولا يخاف له غائلا، كل سعي أخلص عنده من سعيه، وكل نفس أصلح عنده من نفسه، عالم بعيبه شاغل بغمه، لا يثق بغير ربه، غريب وحيد حزين، يحب في الله ويجاهد في الله ليتبع رضاه، ولا ينتقم لنفسه بنفسه، ولا يوالي في سخط ربه، مجالس لأهل الفقر، مصادق لأهل الصدق، مؤازر لأهل الحق، عون للغريب، أب لليتيم، بعل للأرملة، حفي بأهل المسكنة، مرجو لكل كريهة، مأمول لكل شدة، أولئك شيعتنا وأحبتنا ومنا ومعنا. فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لقد كنت أخافها علي. ثم قال: أهكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها؟ فقال له قائل: فما بالك أنت يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: ويحك، إن لكل أجل وقتا لا يعدو.
وسببا لا يتجاوزه.